لو الحكاية فيها إن فيديو. طلع عليك أكبر الامتحان إيه النهاردة؟ والله الحمد لله هو كان السيستم واقع بس تبع النت تبع المدرسة، لكن إحنا كنا شاحنين فقط الشريحة. يعني كانت المشكلة في النت اللي في المدرسة. طب فتح بعد قد إيه معاكي؟ لا على طول، إحنا فتح معايا من أول مرة. طب أكبر الامتحان كان إيه؟ متسرب. يعني كان معاكم الاجابات قبل ما تدخلوا في المادتين؟ لا في الماده البديهيه بس. ايه؟ لكن الانجليش ما كانتش متسربه، لكن الماده كانت متسربه. كانت سهله. الوقت كان كويس؟ لا احنا خلصنا على طول. طيب كان في اسئله من بره المنهج او ايه؟ الانجليش كان كله من بره المنهج. طب في اسئله معينه فاكراها؟ فاكراها؟ لا. طب ايه اللي واقف قدامك بالظبط؟ يعني قولي لي اسئله ما عرفتيش عنها. القطعه صعبه قوي. كانت بتتكلم عن ايه؟ اسمك ايه؟ نورا سعيد. اخبار الامتحان ايه النهارده؟ كويس وكان حلو النهارده وفتح على طول، مش يعني بس بدا يحمل شويه على الداتا، مش واي فاي المدرسه. بس والامتحان كان حلو جدا. الوقت كان كويس؟ كويس. لا كان في اسئله صعبه او من بره؟ لا كله جميل.